ده كان الموضوع الثاني، وزي ما حضراتكم شفتوا عمل رد فعل سريع جدا، وهو ده المطلوب بالمناسبه، وهو ده المطلوب، هو ده الدور اللي البيت الكبير مطالب بيه خلال الفتره اللي جايه. النهارده كان في مباراه الزمالك والمقص، برضو السؤال ده انا بالنسبه لي، انا عارف ان هو اتطرح كتير، ولكن بالنسبه لي سؤال غريب جدا، هو ليه ما فيش فار في مباريات الكاس؟ ما هو الاهلي هيرجع يلعب بعد الدوري ان شاء الله، لما ربنا يكرمنا يوم السبت ونشوف النتيجه، بعد كده هنلعب الدوري وهنلعب الكاس، هنلعب المباريات المتبقيه. الاهلي هيرجع يلعب، ليه حضرتك مش حاطط الفار؟ ممكن نحط حته جبنه عشان ياكلها فار، مش عارف، ما دي بعض النقط اللي بيقولها ابو تريكه يعني. فيعني ليه الكاس ما فيهوش الفار؟ نفسي افهم بجد، زي ما نفسي افهم برضه عشان الناس ما تفتكرش ان انا رايح في، كان نفسي افهم برضه هو ليه ما فيش الفار في مباريات المجموعات في دوري ابطال افريقيا؟ نفسي افهم ليه برضه. يعني في بعض الامور الحقيقه بالنسبه لي بتبقى امور غريبه جدا. الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري اقدم اتحاد لكره القدم اتعمل، مش عارفين نطبق الفار في مش عارفين نطبق او نحط تقنيه الفار في الكاس الا من الدور قبل النهائي بس. طب ليه حضرتك؟ ما انت عندك عربياتك وعندك شغلك وعندك ناسك وعندك كل حاجه، ما تطبق الفار في من اول يوم. طالما ان مقياس العداله دلوقتي او الكل اتفق على ان وجود الفار هو حاجه جيده، تمام، طبقه. طبقه عشان كل الانديه تبقى حاسه ان هي سعيده ومبسوطه وما عندهاش اي مشكله. على الرغم من ان انا لو جيت اتكلم في موضوع الفار ده هتكلم في حاجات كتيره جدا، لكن خلاص على الاقل بيدينا جزء من الحق كنادي اهلي، يعني بيديك جزء من حقك. فانا نفسي اعرف برضو، انا عندي علامه استفهام كبيره جدا على موضوع عدم تطبيق تقنيه الفار الا في الدور قبل النهائي بس. فالحقيقه اتمنى من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو ياخد باله بس من مثل هذه المواضيع. وعلى فكره مفيش اي غضاضه في اي حاجه، ولا عندي اي مشكله مع اي حد والله، انا بس كل اللي بقوله ده دوري الاعلامي اللي يستوجب عليا ان انا اقول لحضرتك في 1 2 3، واذا كنت عملت كده حضرتك هتقول طبعا مش من خلالي انا عارف، ولكن من خلال كل المنصات بتاعتك على السوشيال ميديا او على التلفزيون او على كذا، فانا هعرف ساعتها هشكرك وهقول لك شكرا، شكرا للجنه الثلاثيه ان هي بتحاول ان تطبق العداله بشكل واضح، بتحاول ان هي تخلي كل الانديه المصريه في اعلى ليفل ليها. هو ده اللي انا هقوله على فكره، وجربني وشوف، جربني وشوف.